غلا مرجل القهر عند العراقيين بجميع فئاتهم العمرية لا سيما كبار السن، ففاض الغضب ناراً في شوارع بغداد التي شهدت تظاهرة كبيرة للمتقاعدين تنديداً بالتجاهل الحكومي لأبسط حقوقهم خصوصاً المالية على مدار سنوات طويلة. في سابق لم تحدث كل دول العالم يخرج المتقاعد الرجل الكبير مسن لتظاهر مطالب بحقوقه. في جميع دول العالم يكون المتقاعد له مكانة خاصة وله احتياجات خاصة وله اهتمام خاص من قبل الحكومات، لكن للأسف الشديد المتقاعد اليوم يخرج بالشمس والحر والبرد يخرج يطالب حقوقه الشرعية والقانونية. احنا ليش يوم سبعة بالشهر والمتقاعد متداين؟ بيا سبب، بيا ناس، الله أكبر يا ناس، الله أكبر يا دولة. وبينما تصطدم هذه المطالب بصخرة الفساد والتجاهل الحكومي، يهدد المتقاعدون باللجوء إلى ورقة الاعتصامات المفتوحة والتصعيد السلمي حتى تحقيق مطالبهم التي وصلت إلى حد إزالة الطبقة السياسية الحاكمة. أيها الشعب العراقي العظيم، هبوا عليهم هبة واحدة، هبوا عليهم هبة رجل واحد. أيها الشعب العراقي، لا خير في أمة هؤلاء السياسيون يأكلون ويشربون وأنتم الفقراء إلى الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. نقول إذا لم تضعوا قضية المتقاعدين قانون التقاعد التعديل الثاني لقانون التقاعد والمادة 36 ضمن جدول عملكم، ننذركم بأن التظاهرة القادمة لا تكون تظاهرة وإنما اعتصام ربما يتطور إلى شيء آخر سيكون عند ذاك لكل حادث حديث. وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة التي شاركت في هذه التظاهرة، يبقى السواد الأعظم من المتقاعدين يغلي ويراقب ويتوعد، فدائرة الغضب تتسع وتكبر يوماً بعد آخر مهما حاولت السلطات غض الطرف عنها وتغافل هذه الشريحة المهمة.